ناس بكري يقولوا ترهدين النعجة ما يفهموا كان السارح. أي نعرفوا. فسره لي، أحكي لي عليه شوي. معناتها ترهدين النعجة ما يفهموا كان السارح، معناتها تبدأ هي يقول لك، نعطيك نجاوبك بمثال آخر، يقول لك جاية تحبي تحت من يمرد. معناتها هي جاية تترهدن على عبد فايق بيها. فوالا. تو بحكم معناها كما يقول مباشرته لها ينجم فيبدا فاهم الطرح الكل، هذا فيما معناه يعني بين الحاكم والرعيه، فهمني؟ قد يكون تنطبق هكا معناها يبدا فاهم شنو بكوساجيتيل مع الرعيه نتاعو، قد يكون. نعجه ساعه ساعه تحب تخرج على القطيع، مثلا تحب تنضم القطيع اخر، تظهر تولي تخر في الاخر نتاع القطيع تولي، اوكي يجيها السارح من ثاني يضربه باش ترجع القطيع نتاعو. وهذاك يقول لك ترهدين النعجه ما فيهم كان السارح. التوانسه يتزوروا ويتخوفوا على بعضهم، ما يفهمهم الا تونسي كيفهم، فهمتي؟ تونسي انا الشعوب الاخرى ما تخبي تعدي على بعضها، انما النعجه باللي معناها في المطلق باللي تعمل تعداها على حيوانات اخرى، تعداها على ذيب، تعداها، انما السارح يعرف الدواخل بتاع النعجه من داخل. معناتها حسب رأينا بلاد سرحة كل غلم، فهمت؟ ما غير راعي. هي كلمة كبيرة صحيح، ما يفهموا كان اللي رعاها وكبرها وواحد يفهمها، صحيح كلامه صحيح. فسر لي أنت كيفاش فهمتوا المثل؟ هذا هو ينطبق على النساء، لكن النساء اللي تبدا تستكبن، لكن الراجل اللي بدا يترهدن، اكل اللي يبدا فهمني يعمل فهمني كدموع تماسيح فهمني، هو امثله كل برشا امثله فهمني، اما مثال من الامثله هذه فهمني. خلينا نحكي لهنا على الترهدين السياسي، يقولوا اخطر انواع الترهدين هو الترهدين السياسي، واخطر انواع السياسيين هما السياسيين المنافقين اللي في ساعه يقلبوا الفيستا. هو شيء طبيعي، يجي كلمة اختي، ما دام سياسي سوقي كما نقولها من الشارع كيك كذا كل شيء، ما عندوش اخلاق. هي راهو تقرا، راهو سيونس بوليتيك تقرا. وهو شنو المبدا نتاع السياسيين؟ هو تلقى انسان مثقف يحب يعطي وطني، يحب البلاد نتاعو، يحب يخدم البلاد نتاعو، يحب كيما يقولوها يخدم المواطنين نتاعو، يخدم الطبقه الضعاف الضعيفه، فهمني؟ تلقى فهمني انسان اكتيف، يغير على بلاده، يغير على المواطن نتاعو، على خوه. ام بار كونتر احنا ما نقاوش هذه، ما نقاوش في اقليه، ما نقاو معاش اخوه، ما نقاوهاش فهمني. ولات فهمني السياسه عباره سوق، فهمني عباره فهمني ما عندهاش اخلاقيه، فهمني ما فيهاش اخلاق، فهمني نفاق وتكتيك كيما يقولوا ومصالح وهذا اللي قاعدين نعيشوا فيه، وخاصه في الراس الماليه الفوضويه فهمني. الناس هبلت ولات تطغى المال، ما يهموش فهمني، بيع يشري كذا فهمني. معناها السياسيين وين مصلحتهم وين هما؟ فماش مبادئ. الاغلبيه نتاعهم، انا ما نعممش، اما الاغلبيه نتاعهم هي ضرب مصالح وواحد كل شيء، يقول لك انا نعطي تعطيني. يظن روحه كلي هو النخبه من النخبه، وهو جاب حاجه جديده اللي هو المواطنين يعرفوها وقادرين يعملوها، اما هو يقول لك انا الوحيد كذا، ويستغل الموقف والناس البسطاء والمواطنين العاديين كذا، وساعات الناس تعطيه الثقه فيه، هو يستغل مصالحه ويحب فهمني يعبي ويمشي فهمني مصالحه، ولا رقيب عليه كذا، في خاصه في العالم اللي نعيشوا فيه يعني في البلد نتاعنا احنا. يا بابا يا بابا يا بابا مش يقلبوا الفيستا. حالات ما نفهمهمش ما نفهمهمش ما نفهمهمش، منافقين بالحق، منافقين ما اكثرش، مش تعبر اكثر من منافقين منافقين منافقين. الزونه في هاويه مانيش عارفين، لكن الشعب التونسي قدره ربي واعي، ما ينجموا يعملوا شيء، ما ينجموا يعملوا شيء، يتنوفقوا ما يتنوفقوش، اخرها مش نيه، عبوا المليارات. سامحني، ماشي يا رحمن يا رحمن. يعني شعب فايق به. هي عجبكش. شعب تونسي ما شاء الله عليه، راه. شعب تونسي ما شاء الله عليه. خليهم يلعبوا، خليهم يا بنتي يعملوا رينجو نتاع بوكس نتاع المسرح اللي يحبوه هما. شعب تونسي راهو فايق به. راهو باش يدخلونا في بعضنا كيما اللي بين ما يدخلونيش. شعب تونسي فايق بهم، وراي مزمر عليهم، في الاخر مزمر عليهم، يكذب يكذب لو بده باش يتكشفوا. هذا صحيح. السياسيين او عندنا نحن السياسيين الفيسعه ما يقلبوا الفيسعه، وفيسعه ما كيفاش يقولوها
عندهم دبل فاس فهمتني، وني ميحي مع الريح ميحي، وني يدور الريح يدوروا معاه. موجود عندنا تو كما مثلا هاو جماعتنا، تو نعطيك مثال، تو مثلا كما كانت النهضه تحكم اغلبيه العباد كانوا معاها، ومن بعد كي تقلبت 25 جويلية معناها جبدوا رواحهم، كي طاحت النهضه جبدوا رواحهم، وتوا كي شافوا معناها خسروا بلايصهم دار، ولاو يحبوا يطيحوا الرئيس، يحبوا معناها ولاو نعطوه بالانقلاب، نعطوه انقلاب، ولاو تو معناها كانوا يكرهوا النهضه، تو ولاو معناها جايين مع النهضه بكلهم، يحبوا يرجعوا النهضه من جديد بعد 10 سنين 10 سنة خراب واحد. هذاك هو يعني قلبان الفيستا والتهدين، يسمى التهدين السياسي. هذاك ما يسموش منافقين فقط، هذاك في علم النفس يسموهم دي بسيكوبات، مرضى نفساني، مرضى نفساني. وكل شخص فيه نوع بسيط منها يسموه اونراب، حاشاك يسموه صفيق، منها ما يحيش. احنا فينا العباد هذية في العالم، فينا بنسبة مئوية بسيطة مختلفة، اما هم حياتهم مبنية على الصفاقة، معناها قلة الحياء، يفكر كان في اللحظة في اليوم فقط، امس ما يدبش، غدوة ما يدبش، معناها احيني اليوم وقتلني غدوة، مش حتى كاكا، يعني يعمل تشديه بالكمشة، وكنا احنا نقولوا كل ما يحياش عشاك، معناها تشديه بالكمشة وكنا مش هناي، معناها نقول احنا ينقع من كل صحن معاك غدوة. والسياسيين اللي احنا حاطينهم سياسيين سواء في السلطة ولا في المعارضة يستنجدوا بهم باش يخدموا بهم، خاطر هم ينجوا مع الحاكم هذاك يخدموا له الخدمة ويتيحوا، ويجي حاكم آخر ويعاودوا معاه هو ويتيحوا، أو احنا نسموها أك السياحة البرلمانية. هذاك منوع ماك الناس حاشاك السفقاء اللي مرضى بسيكوبات ما يحيوش، معناها ما عندهمش ضمير، الضمير تعرف هو بسيكوبات أول حاجة عنده ضمير، حستر علي، أول حاجة ضمير ميت، الضمير كونسيونس ما ثمش، تاني بالضمير ولا نحشم ولا توك ما تدبش عند أصل. لهنا نحكيو على السياسيين اللي في سعي يقلبوا الفيستا، اليوم تلقاه مساند للحزب معين، غدوة تلقاه قلب الفيستا ومشى لحزب آخر. موجود في 2011 كثرت النهضة الحكم، ثم اللي الشعر يطلع بالسيف في وجهه، طلع وتتليع. كيفاش احكي لي؟ باش يولي تابع النهضة، باش يولي تابع النهضة، هو كان والله الله يثم واحد نثبت عليه مرة يجي وزير الفلاحة في عهد بن علي. وزير الفلاحة جي تقريبا ثلاثة وقت الظهر باش يصلي، والله يدخل يصلي هكاكا، لا هو متوضي ولا يعرف القبلة ولا الغرب وين، ولا يعرف الفاتحة. يعس على الوزير، الوزير يعمل لك ويعمل لك، الوزير ينوض وينوض معاه هكا، مش عارف ايش يتمتم، ممكن راهو يسب، راهو يحسب فلوس عندك كذا. النفاق راهو في تونس مش كان هكتري تو سعيد 90% دايرين بيه منافقين. كون سعيد معناها تصير لحاجة ولا يمشي ولا كذا، حس في سعيد تفرق على حساب اخرين. احنا المشكلة بتاعنا تونس، حتى السياسيين الطبقة هذيك نتاع المنافقين ونتاع عشاك قلت لك سيكوبات قابلينهم. اسمع السياسي راهو تركيبة نفسانية خاصة مش كيفنا احنا. يعني هما عبيد واحنا عبيد. يرحم والدك في الكلمة، هم ناس عندهم أحاسيس وأفكار ما يشبهوناش، احنا نحشم على رواحنا. أكثر في السياسيين، نذكر لي سامي، أعطيني شكون عمل حاجة لتونس. السياسيين توا منين جاو؟ جاو من الشعب التونسي، الشعب التونسي هو اللي طلعهم. لا طلعهم الشعب التونسي، لا. الشعب التونسي هم اذكياء لدرجه الخبث، استغلوا هالشعب المسكين نحول الوعي، خاطر لو كان ثم وعي، كان ثم وعي الشعب التونسي ما يصوت لهمش. تو تكذب علي بيستعمل لي برنامج قداش من فرصه شغل وتنحلي التضخم، وبعد نرقد نصف الليل نسبة نلقى المزود زاد نرقد كذا، وبعد تجي تقول لي قاعدين يطلبوا بريمون. مش نقول لك حاجه انتو نو، والله كي كان بورقيبة انا مصلي على النبي كي جا الزين، والله كي مرتي تمشي ولا بنتي ولا واحد ما عندنا حتى مشكله، تو عمل تمشي عمل تخاف، هاو عندي الوحده في يدي هاو سددها هكا شيء خوف، عم تبقينا بلادنا تفتق، بلادنا تقتل، بلادنا كيما 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 ايطاليا كيما فرنسا كيما اسبانيا، عندنا البحر عندنا كل شيء، لكن العباد
العبيد مشكلة كبيرة، مشكلة العقلية، العقلية يا حسرة على زركان، يا حسرة على تونس، ويا حسرة على ناجي الباشا، ويا حسرة على بير الحجار، عشرة التونسي. مشكلة في العبيد ولا في الدولة الكل؟ الدولة خامجة، الدولة سببها، الدولة نهار كل تلابز والواحد وما عملوا شيء. أنا تو عندي 50 سنة لبرا، نجي لهنا نبهت، كل عام نزيد نبهت، بكل صراحة مشيت البلاد، الحق هلكوها وبالله خصك النهضة زادوا هلكوها، الحمد لله مشيت وربي فضل تونس.